كذلك عندنا لا ميثود ماتش اللي كتمكننا اننا نفيريفيو لي زيكسبرسيون انغولييغ واش مطبقين في لي شين دو كاركتر. مثلا في هذا المثال الاول عطيت ان تيكست اللي مكتوبه فيه تيستي لا ميثود ماتش سي اون ميثود، ومن بعد هذاك لو تيكست هو اللي كنابليكي عليه لا ميثود ماتش وكنعطيها ليكسبرسيون اللي بغيت. في هذه الحاله الاولى عطيناها فقط كلمه تاع ماث. هنا اشنو كنقصدو؟ يعني هي تنقولوا ليها غتمشي تقلبي على هذه الكلمه تاع ماث فين كاينه في هذا لو تيكست هذا. فهي فاش غنافيشيو لو ريزولتا ديالها غتقول لينا اننا ماث لقيناها ابارتير من لانديس 10، يعني كدوي لينا على لا بروميير بوزيسيون ديالها في القاعده. بالنسبه للتمرين او للمثال الثاني، هنا غنحاولوا نعطيوها اون اكسبرسيون ريغولير شويه كومبليكي ماشيش اون شين دو كاركتر. هنا اولا عندي انايا واحد الجمله اللي كاتبه فيها لو بري، هو عطيت فيها الرمز ديال دولار وكتبت 5 ناقص كذا. مهم هذه كلمه نفس اولا شين مكتوبه. ملي غنابليكيو عليها الماتش عطيتها واحد ليكسبرسيون ريغولير اللي خصنا نفهموها. دونك هنايا كنقول ليها هذا الرمز ديال البدايه ديال ليكسبرسيون هذا، وهذا الرمز ديال النهايه ديالها. حنا محتاجين نفهموا هادشي اللي الوسط. اولا حنا كنديروا هاد لو كاركتر اللي قبل من دولار كيتسمى ان كاركتر ديشابمون. امتى كنحتاجو نديروه؟ كنحتاجو نديروه فاش يكون الرمز اللي بغينا نبحثو عليه هو عنده معنى في لو لونغاج ديالنا. مثلا الا حنايا ما حيدناه جينا وكتبنا دولار نيشان، دولار حنا كنعرفو اننا دابا قريناها كتعني لا فان ديال هذاك ليكسبرسيون، ولكن حنا ما بغيناش نقصدو هادشي دابا. حنا بغينا نقولها قلبي لينا على الرمز او لا الحرف دولار اللي مكتوب. فباش نقول ليها شوفيه كحرف ما تشوفيهش كمعنى داكشي، يعني داكشي اللي انت تكوني انت عارفه قبل، كنديرو قبل منها هذاك لو كاركتر اللي كيتسمى ان كاركتر دي شاكمون اللي يزيل المعنى ديال الرمز دي من وراه، كيحتفظ به غير كحرف عادي. فاحنا هنا تنقول لها غنقلبو خاص يكون عندنا دولار، ومن وراها غادي يكون عندنا هذا اللي هو ديجيتال يعني رقم ما بين 0 و 9، وديري ليه زائد. زائد قلنا رمز كيعني ان كونتيفيكاتور الكميه ديال داكشي اللي قبل، يعني كنقولوا ليه حرف زائد كتعني واحد واكثر، يعني تنقولي غيكون عندي حرف او اكثر. يعني هاد ليكسبرسيون غنقولي اش كنقصدوا بها؟ كنقولوا ليها غتقلبي لينا على واش عندك شي دولار من ورا حرف او اكثر. هنا فعلا هنا عندنا دولار وحرف، وهنا عندنا دولار وحرفين. ملي كنقولوا هاد الجي يعني تنقولها غتقلبي وتعاودي، غتبقاي تقلبي عليهم كاملين جلوبال على توت لي كوريسبوندونس. فلذلك دابا هاد الماتش هادي غتخرج ليا كاع داكشي اللي لقات فيهم هاد ليكسبرسيون ريغولير محققه. غتخرج ليا هاد دولار 5 حيت فيها دولار وحرف، وغتخرج ليا كذلك دولار 10 حيت فيها دولار وحرفين وهما بجوجهم كيطبقوا ليكسبرسيون ريغولير.